منع عنا اللي هو الطحين، احنا وصلت لنا ناكل الذرة، ناكل الشعير، كنا وصلت لنا ناكل اكل بعد الحيوانات. طبعا لا تكفي، وبنتمنى ان الناس تدعم كمان والطبيعه تدعم كمان شويه عشان الجميع تدفوا وتضلوا مستمرين في العمل. استنى شغلت الصبور، معاناة جدا صعبة جدا للغاية. مخبز ده كون قضاء غزة بخبيش يعني.